السنة اختارت بالنسبة للجلالب أتواب خفيفة اللي كتساير الوقت يعني فصل الصيف. خدمت بزاف بالسوسدي بجوج الوانات مختلفين ولا لون على لون. خدمت بأتواب ديال القطن يعني باش تكون السيدة مرتاحة فيهم وتكون كيف كنقولوا مبردين يعني كيف كيواكبوا هذا الفصل هذا. كاين الخدمة مختلفة، كاين خدمات جديدة لا بالنسبة للراندا لا بالنسبة للفولور، يعني خدمنا زواق قبل فولور، خدمنا المشبك أوسي، يعني خدمنا حاولنا نديرو شوية اون فاريتي بالنسبة للجلالب. والجديد بالنسبة لي ليا هاد السنة هما لي كومبين، حاولت أنني نأدابتيهم يعني العيالات اون جينيرال ولي فام فوالي سورتو، ستادير درت لي كومبين بتراويل وعملت لهم اون جوب من الفوق ويعني قصات مختلفة كل وحدة والشكل ديالها لا بالنسبة في الخدمة ديالها ولا بالنسبة للقصات اللي فيهم. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.